الشابتر بيتكلم عن where can I buy? We will take a new part of our world. The first chapters we talked about the world around us and today we will we'll take part of the world where can I buy? What do you think we will take? نكون يعني هتكلمنا عن العالم. هنبدأ يعني ناخد جزء معين من العالم اللي بيني منه. فاكريني الشابتر اللي فات? كنا اتكلمنا عن حاجه اسمها الجودز اللي هي المشتريات او البضايع اللي كانت ليتل بيت اللي احتاجتها علشان تعمل ايه كانت عايزه تشتري الهات او الامبريلا تمام طيب هنعرف في الشابتر ده how we will buy goods. ازاي الناس بتشتري المشتريات بتاعتها وازاي الجودز ار important ان اور وورلد وازاي هي مهمه في العالم لينا Can you make a list of things we can buy? تعالوا كده نسرح تعالوا كده نفكر احنا ممكن نشتري ايه وبنشتري ايه كل يوم. We can buy foods, water, clothes, shoes, uh, computer, mobile. طيب لو عملنا classify للحاجات دي يعني ايه Classify؟ يعني عملنا تصنيف والتصنيف ده هيتم على ايه فاكرين كنا كن اخدنا في الترم الاول as the last term two words needs and wants فاكرين ايه هي needs It needs is something important for people to be safe and healthy ان هم يبقوا في امان وبصحه وكنا اتكلمنا عن ان اللي بيحقق ده اللي هو الفود والووتر يبقى things people needs to be safe and healthy are, are called needs طيب another thing it's nice to have and we enjoy, enjoy it يعني هو بيبقى حلو انك تمتلكها وتستمتع بيها it's called wants اللي هي الرغبات and is not healthy and safe for our life يعني هي مش بتحقق لنا الصحة والأمان لأن هي not important for us مش أصلا مهمة لنا طيب لو جينا شفنا الشيت اللي عندنا هو طالب مننا إيه بيقولك circle the goods that need a need خلاص و draw a box around the goods that are wants الحاجة اللي هتبقى اللي هي ال wants بتعمل لها box و على ال needs. اللي هي الاحتياجات والمربع على الرغبات طبعا احنا لو زي ما اتكلمنا الحاجة اللي هي to be provided us healthy and the safe اللي هو الووتر والفود الفيجيتابلز البريت الشوز clothes طبعا الحاجات دي كلها important for us to be safe and healthy لكن لو جينا شوفنا الدول والترين والحاجات دي كلها كلها مش هتبقى ليها فايدة فهتتصنف classify as wants طيب في حالة ان انت you will buy goods or needs انت خلاص روحت مع بابا with your father or mother to to a boycott how should be behave يعني ازاي ال your behavior يكون ازاي behavior when shopping اول حاجة في rules we should be taken when you make a shopping يعني ايه يعني لازم وانت بتعمل shopping ده يبقى في rules معنى rules دي اللي هي قواعد keeping your hands off the goods on shelves يعني إيه شايفين الولد ده بيعمل إيه catch goods on the shelves not وسيء جدا bad behavior يعني تصرف سيء وده ليه لأن أنت ممكن توقع كل الحاجة اللي عرف تمام يبقى أول حاجة keeping your hands off the goods on the shelves listening to your adults لازم نسمع لكلام الكبير اللي ماشي معانا واهم حاجة quiet your voice ان انت لازم توطي صوتك او lower your voice and when you want anything and you can't get it say please and thank you to the adults walking in the store يعني لما بتحتاج حاجة وانت مش قادر تطولها أو بعيدة عنك فتقول تقول للي جنبك أو لحد كبير لو سمحت بليز، خلاص؟ وبعد كده thank him يعني لازم تشكره على إنه ساعدك helped for helping خلاص؟ طيب يبقي دول بيتسموا ايه؟ وات يعني المفروض تعمل الحاجات دي وانت at your at the store واهم حاجة وانت ماشي be careful not be pumped into anyone with our bus وانت ماشي بالباسكت بتاعتك بتعمل شوبينج تاخد بالك وما تخبطش في الناس اللي ماشية جنبك عشان ما تتضايقش خلاص طبعا كل الشطار بيعملوا التصرفات صح don't make any a bad behavior in the store when you make shopping with your mother or your father تعالوا نشوف الشيت اللي عليه الدور ونشوف إيه اللي بيحصل at the store look at how each child is behaving circle the children showing polite behavior and draw an X on the children showing a bad behavior إحنا لو شوفنا في الصورة هنا هنلاقي في أطفال عاملة bad behavior وأطفال عاملة good behavior فعندك ال, ال, ال good behavior make circle والbad bad behavior make x طيب let's discuss this sheet with your mother and choose which is the bad behavior and which is the good behavior وده هيبقى ليكم مع ماما تتناقشوا showing a good behavior write the number above the funny face and count the number of the bad behavior and write the number above the sad face. After that, add the numbers how many total children are in the store. وإحنا بدأنا في الشابتر دون في حتى في الماس نبدأ ناخد the meaning of addition. فهو ده عايزك تجمع uh, make add with the bad behavior or number of children make a bad behavior and number of children make sad behavior. make a bad behavior uh, كلام سهل خالص ومفيش فيه اي حاجه uh, وطبعا الشطار سهل ان هم يحلوه تعالوا نشوف الشيت اللي عندنا بيقول لك where you can buy your gods where you can buy gave لك like some gods uh, as food protect your body learn and fun and want you to choose or make matching with the store which you can buy the codes from it. ده مطلوب منك إنك تعمل match between the codes and the store. For example, where we can buy vegetable and fruits? We can buy from the supermarket. Okay. Meats. Where we can buy the meat? We can buy meat from the butcher. Very good. Type. Where we can buy, buy the coats of protect our body from the pharmacy Where we can buy the fun toys from toys shop Where we can buy foods and vegetables from the grocery or supermarket خلاص طب تعالوا نرجع شوية كده لليونت الشابتر اللي فات وكنا اتكلمنا عن ان في some بلانتس اند animals ار امبورتنت فور بيبل ليه كانوا بيجيبوا لنا الايه دي فاكرين لما الليتل بيتل حبت تعمل الهات بتاعتها واكتشفنا وقتها ان مثلا التري ها ممكن تجيب لنا ايه احنا عارفين ان هي بوفارد از اند وي كان ميك بيبر ممكن نعمل لها الورق تمام طيب يبقى some of our goods grow from plants ممكن نجيب منها نجيبها من الزرع على طول directly as a as fruits and vegetables احنا بنجيبها اصلا معنى كده ان الستور هو كمان بيجيب بيعمل ايه باي ذا كوتس يبقى مش انت لوحدك اللي بتعمل باي كوتس فروم ذا ستور لا الستور ذات نفسه بيعمل باي هو كمان فروم زمين بقى مين بقى ويتش زمان مان ويتش جرو اب the goods of fruits and vegetables اللي هو ال grow a plants مين الشخص المسؤول عن ان هو بيزرع النباتات اللي هو الفارمر يبقى الفارمر provided material which we can use it every day الفارمر بيعمل حاجة كمان هو هو قلنا اول حاجة ان هو grow the fruits and vegetables وكمان take care of animals which we buy from the butcher يبقى هو بيعمل لنا حاجتين مهمين جدا ان هو بيمدنا بالخضروات والفاكهة اللي بيزرعها بيهتم بيها كمان بيعتني بالحيوانات اللي بناخد منها اللحوم وكمان كنا اتكلمنا في الشابتر اللي فات ان احنا take the wood from the tree والتري برضو من الحاجات اللي بيهتم بيها

وقلنا ان التيبل دي معموله from the tree كان you make a table from the tree طب هي بتيجي ستيب واحده كده بنقدر ناخد التري نحولها على طول لتيبل لا في عندنا شخصيه اسمها carpenter اللي هو النجار النجار ده بيعمل ايه cutting the tree اللي بتبقاش التري كمان اللي هي بتبقى الـ 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 بيعمل cutting the tree فروم some tools اند produce the wood علشان يقدم لنا الخشب after that making some process to introduce the table علشان يقدم لنا table في the final shape في الشكل النهائي بتاعها طيب تعالوا نشوف which tools can the carpenter use to produce the table احنا عندنا هنا ادوات جينا فيها وقلنا ان النجار بيحتاجها او الكربينتر يوز تو ميك هيز جوب لو جينا افتكرنا في, في اليون في الترم الاول طيب which tools used هو علشان to produce us a table should be have wood, hammer and saw الود اللي هو الخشب hammer اللي هو الشاكوش والصو اللي هو المنشار خلاص آه بعدين هنا سيركل the tools and material a اه carpenter needs to make a table هو بيقول لك ايه هي الحاجات اللي التولز اللي ال ذا كاربنتر تو ميك ا تيبل اللي انت عشان يستخدمها عشان, عشان يعمل الترابيزه دي وعايز كمان تعمل له اوردر ان انت تعمل اه ترتيب للخطوات علشان يطلع الترابيزة في شكلها النهائي فزي ما انتم شايفين نمبر وان كتنج وود نمبر تو يوزينج هرمر نمبر ثري بينت زي تيبل هنكتفي بجزء ده النهاردة من الشابتر وان شاء الله نكمل الجزء التاني في حلقة تانية بإذن الله لو عجبكم الفيديو شير ولايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته